السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد القديمه ديال الصيف، فيها هاد السلطه هذه وفيها زعلوك ومعها طريقه ديال القلي ديال الفيلي باش كيجيكم مقرمش، ومعها واحد العصير اللي كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي صحي بالخضر والفواكه. كيجي غدا خفيف ظريف. كنتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو، بطبيعه الحال اللي عجبكم ما تنسونيش من لايك. وندوزو مباشره للمقادير مع طريقه التحضير. عندي هنا واحد الكميه ديال البطاطا اللي قطعت على هذا الشكل مربعات اولا مكعبات، كذلك الجزر اللي قطعته هو مكعبات على هذا الشكل هذا. غادي نمشي غادي نشللهم وندير فوقهم الماء ونرجع معكم. هنا وضعتهم على البوطه، غادي نضيف واحد الكميه ديال الجلبانه. انا عندي هنايا كونجلي، الا كانت طريه فكيكون احسن. صافي غادي نشعل عليها البوطه وغادي نضيف لها شويه ديال الملح وغادي نخليها تسلق. غنخلي هاد الخضره تسلق وغادي ندوز مباشره باش نحضر معكم الزعلوك. فبالنسبه لهاد الزعلوك هذا صراحه كيجي بنين بزاف. كيف كتشوفوا عندي واحد الطنجره، عندي واحد ثلاثه ديال الفلفلات صغار، الا كانوا كبار فغدير غير وحده اولا زوج. هنايا عندي حبه ديال المطيشه وهنايا واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثومه اللي كيكونوا كبار. غسلت هاد الخضره بطبيعه الحال، وهنايا كيف كتشوفوا كنتكي هذيك الدنجاله بالشوكه اولا بالفرشات على هاد الشكل هذا باش ملي تكون كطيب يدخل ليها الطياب بالخف. صافي هنايا غنجيب واحد شويه ديال الزيت نباتيه وغادي ندهن هذيك الخضره ديالي بهذه الطريقه هذه، حيت انا غنديرهم غير في الاير فلاير، فيمكن لكم ديروهم في هذا في الفرن اولا يمكن لكم تشويوهم على الفاخر، فانا غنشويهم هنايا في الاير فلاير. يعني نتوما اختاروا الطريقه اللي سهله واللي ما تشدش لكم الوقت بزاف. حتى نتوما هي ضروري ندلها واحد شويه ديال الزيت. صافي هنايا غادي نجيب الاير فلاير وغادي نفرش ليها البابي كويسون، الا كان عندكم هذوك الكارطه ديال الاير فلاير غيكون احسن. صافي وغادي نستف هنايا الخضره ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نحطها وغادي نحط حتى الثومه وغادي ندير هاد التشوى على واحد 200 درجه تقريبا، واحد نبقى مره نحل ونقلب هذيك الخضره ديالي باش طيب. هنا غادي ندوز عندي واحد الكميه ديال الفيلي على هذا الشكل هذا. خذوا الفيلي ديال اي حوت بغيتوه، المهم انه يكون بيض. تقدروا تستعملوا هنايا حتى الفيلي ديال الميرنو كيجي زوين. بالنسبه للتقطاع او الطريفات اللي بغيتو فكيبقاو اختياريين، نقسم كل وحده بحال هكا على اربعه. اختاروا الكميه اللي كتناسبكم بطبيعه الحال وصافي غادي نقطعو وغادي نستمر على هاد الكيفيه حتى نقطع هاد الكميه اللي عندي. نسيت ما قلتش بلي هاد الفيلي هذا كان كونجلي، يعني انا واخداه مكونجلي وخليته حتى ديكونجلا وعاد بديت كنخدم به. المهم هنا وضعت هذاك الفيلي ديال الحوت، غندير ليه واحد العصره الحامض هكا. ما غاديش نكثر فيه التوابل باش تبقى البنه ديال الحوت. بصراحه هذا الفيلي راه كيجي زوين بزاف وتيعجب الوليدات الصغار. هنايا كيف كتشوفوا درت واحد شويه ديال الملح وغادي نضيف شويه ديال الابزار. وهنا شويه ديال الثوم بودر،
غير باش كتحيد ليا هذيك سميتو النسمه ديال الحوت اللي كتكون مجهده هو والحامض بطبيعه الحال او السفوريه ديال الحوت. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نخلطوا على هذا الشكل هذا صافي وغادي نخليه على جانب. هنايا كيف كتشوفوا رجعت الاير فلاير وغنبدا نقلب في هذاك الخضره ديالي باش تشوى كامله من كاع الجهات. هنا غادي ندوز للعصير. انايا خدامه معكم كيف خدامه في الدار، يعني في المونتاج ما كنديرش كل حاجه بوحدها. هنايا عندي شويه ديال التفاح وديال البنات اللي كان شاط ليا واحد النهار ودرته في الكونجيلاتور حتى حاجه ما تطيح. هنايا عندي الباربا وعندي الجزر. شوفوا هاد العصير راه من غير انه صحي فهو كيجي لذيذ بزاف وحتى الوليدات يتنفعوا به احسن من نبقاو ناخذوا ليهم هذوك العواصر اللي كيكونوا جاهزين فما كنعرفوش المكونات ديالهم اولا كيكونوا فيهم مكونات اللي خطيره على الصحه. هنايا كيف كتشوفوا عندي حبه واحده ديال الليمون اللي نقيتها وحيت ليها داك الجلف البيضه مزيان. وهنايا كنقلب الا كانت شي بذور، بالنسبه لهاد الليمونه هادي راه ما فيهاش البذور غادي نحيدوهم بطبيعه الحال الا كانوا حيت كيطلقوا المروره. صافي غادي نستمر على هاد الكيفيه كيف كتشوفوا راه ضروري خصني نقلب على العظم باش ما يطلقش ليا المروره في العصير. صافي هنا غنديرو في الكاس وغادي نحطو حتى كنبغي نقدم الغدا ديالي اولا نكمل الغدا ديالي عاد باش تنطحنو باش تيبقى يعني زوين. ما تنبغيش انا العصير يتطحن ويبقى واحد المده عاد باش نشربو، خصك تطحني وتشربيه هذيك الساعه. هنا كيف كتشوفوا درت واحد سوبيرا اللي تنحط فيها الفلفله، بقات الدنجاله هي الاخرى راه حتى هي درتها وغادي نخليهم حتى يطلقوا مزيان. هنايا كيف كتشوفوا غنبدا نقي في هذيك الفلفله، نقوها بها الطريقه هذه غير اللي نوصي عليها ما تقربوش للماء باش هذاك الزعلو كيجيكم بنين بالريحه ديال الشوى ديال هاد الخضر هادو. صافي غادي نكمل على هاد الطريقه هذه غادي نقي الخضر كاملين ونطلق معاه. وهنا كيف كتشوفوا فالجلده ديال الخضر فكتحيد بواحد السهوله يعني ما كتشدش لينا الوقت بزاف. كذلك بالنسبه للباذنجان اولا الدنجال فكنحيد بقى سخونه داكشي علاش استعملت السكين. صافي هنايا من بعد ما قشرت هذيك الخضره ديالي فغنبدا نقطعها على هذا الشكل هذا، كنقطع شرائح وعاد باش كنقطعها مربعات. قطعوها بالشكل اللي بغيتو بطبيعه الحال، انا غير غادي نقطعها هكا عشوائيا حيت مازال غادي نقطعها مزيان يعني هما مجموعين كاملين نقطعهم. ما تديوش على التقطاع حيت راهي راه مازال هذاك الشيء سخون وما قدرتش انني نشدها ونقطع على راحتي. صافي وكذلك الطماطم او المطيشه حتى هي غادي نقطعها على بنفس الطريقه، غادي نحيد لها كيف شفتوا غير هذيك النباته ديالها بهذه الطريقه هذه حيت كتبقى قاصحه، وغادي نقطع مطيشه على هذا الشكل وغادي نخلطهم كاملين وغنحاول ان هذاك الماء ديال المطيشه ما يضيعش ليا. وهنايا غادي نهز هذيك الثومه، فالثومه كتكون طيبه فيكفي انكم تعصروها بحال هكا وفيها ريحه الشوا راه كتجي لذيذه بزاف.
غير حاولوا انكم ما تحرقوهاش، حيت الا حرقتوها ما غتلقاو فيها حتى شي حاجه. وصافي دابا غادي نمشي غندوز نقطع يعني كل شيء قد ما قطعته بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم، قد ما المكونات كتنسجم وكتعطي واحد البنه اللي زوينه فيها التزعلوك هذا. المهم شديت هذه وبديت كنقطع بها الطريقه عادي، وانا تنجمع الجوانب بطبيعه الحال وكنقطع باش ينسجموا لي هذوك العناصر مع بعضياتهم. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما قطعت كل شيء وهذاك الماء بطبيعه الحال ديال الخضر ضروري خصنا نجمعوه يعني ما يضيعش لينا. صافي دابا غادي نهز وغادي نضيفه في واحد المقله اللي فيها غادي نشحر هاد الزعلوك هذا، نهز باش ندير فيه يعني باش ندير ليه التوابل ديالو. هنا بالنسبه للتوابل، فاول حاجه وضعت شويه ديال زيت الزيتون كيف كتشوفوا راه كاين، غادي نضيف شويه ديال القزبر المعدنوس، انا عندي كونجلي يمكن لكم تستعملوا الطري. وهنا بالنسبه للتوابل غادي نضيف شويه ديال الملح، هنايا عندي شويه ديال الابزار، هنايا شويه ديال البابريكا اولا التحميره، وعندي الكمون. وهنا شويه ديال حبوب القزبر اولا القزبر يابس، اختياري يمكن لكم ديروا او لا ولكن كيعطي واحد النسمه صراحه اللي زوينه بزاف. صافي هنايا غنبدا نخلط بهذه الطريقه وغادي نخلي هذاك الزعلوك انه يشرب ليا التوابل ويتشحر ليا مزيان على هذا الشكل هذا. كنعتذر على الصوت. صافي هنايا بالنسبه لهذاك الفيل ديال الحوت، فانا عندي هاد الشابلور هذا ديال الشينوا اللي تيقليو به كيجي زوين صراحه، كيجي زوين بزاف. الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا غير الشابلور العادي. صافي درت انايا الزيت تيسخن وصافي غادي نبدا ناخذ هذاك الفيل ديال الحوت وغادي نوضعو في هاد الشابلور هذا كيف قلتو مباشره، غادي نبدا نقلي فيه. كيجي صراحه زوين. هنايا يمكن لكم تضيفوا معاه حتى شويه ديال الدقيق الابيض اولا شويه الدقيق الفينو اللي بغيتو. صافي وغنبدا، خاص الزيت يكون ساخن باش الفيلي ديالكم ما يتحلش في القليان. صافي غادي نستمر على هذه الكيفيه حتى نقلي يعني الكميه اللي عندي. طبيعة الحال مني كتحمر خاص ضروري اننا نقلبو، وما تنسوش باللي الزيت خاصها تكون شويه غزيره باش يجيكم الفيلي ناشف وما يشربش لكم الزيت غزيره وسخون بزاف. صافي هنايا وضعت السكر يعني القياس ديال السكر اولا العسل اللي بغيتو، من الاحسن ديروا العسل، ودرت الماء المعدني يكون بارد وصافي، وكنطحن العصير ديالي على هذا الشكل هذا. وهنايا بالنسبه للسلطه فكنت
سقطرت الخضره وخليتها حتى بردت على خطر خطرها. ودابا غنبداو في التوابل، غنضيف شويه ديال الملح حتى كون دايراها ذوقوا الا كانت هي هذيك في الملح بلا ما تزيدوا. وهنايا شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، هنايا شويه ديال الزيت الا بغيتو ديروا الزيت البلديه فيمكن ليكم، انا اكتفيت بالزيت روميه باش ما تغاش ليا ديك النكهه حيت مازال غندير المايونيز. هنايا كيف كتشوفوا درت شويه ديال المايونيز على هذا الشكل هذا، صافي هذه هي الصلصه ديال اولا التوابل ديال هذا السلطه. ما تنبغيش نكثر بزاف ديال التوابل، ما عرفتش علاش، كل واحد والذوق ديالو. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نخلط السلطه ديالي على هذا الشكل هذا صافي، وغادي ندوزو دابا للتقديم. نحاول اني نخلط مزيان حتى نشوف واش الكميه ديال المايونيز قادني اولا نزيد. اللي بغى يستغنى على المايونيز فبامكانه، اللي عنده شي صلصه مصيبها فبامكانه. هنا كيف كتشوفوا الفيلي كيجي زوين بزاف ومقرمش وما شاربش الزيت. هذه الصلصه ديال اولا السلطه ديال البطاطا، وهذا الزعلوك اللي كيجي على هذا الشكل هذا كيجي زوين، وهذا هو العصير. الصراحه كيجي بارد ومنعش. كنتمنى ان يكون فتكم في هذا الفيديو، ما تنساوش البارتاج مع الاصدقاء وما تنساونيش ملي لايك، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.